إذن مشاهدينا، اتخذت أوروبا قرارها حظر مزدوج للفحم والنفط، لكن العائق الأكبر يتمثل في البدائل ل 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام وواردتها من النفط الروسي. أعدت المصافي الأوروبية للتشغيل بنوع معين من النفط الخام مثل خام الأورال الروسي، وهو خام تصدير من الدرجة الأولى، ما يصعب إحلال بديل له. لكن هناك حلول تكمن في مزج أنواع أخرى من النفط الخام من النرويج أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أو غرب أفريقيا، وبذلك تبقى المصافي تعمل بطاقتها. حل آخر متاح، وهو تجديد أوروبا لمصافي النفط فيها، لكن هذا يمكن أن يغير إنتاجية المصفات ويكلف المزيد من المال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن. الأكثر كلفة، وهو ما سيأتي على أوروبا من عواقب، فبريطانيا مثلا تتحضر لأسوأ سيناريو بقطع التيار الكهربائي، وذلك يصل إلى 8 ساعات على فترتين صباحية ومسائية يوميا، الأمر الذي سيواجهه 6 ملايين أسرة بريطانية وفق صحيفة التايمز. الصحيفة أشارت إلى أن التقنين المخطط له لأكثر من شهر من المحتمل أن يتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، وترك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أقل من المتوقع، وتأثيرات اقتصادية ومعيشية. إذن التفاصيل مع مصطفى زارو. تستعد المملكة المتحدة لفصل شتاء قاس مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة. أسوأ سيناريو وضعته الحكومة البريطانية مع وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام، وإذا ما قطعت موسكو إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات، هو تقنين الكهرباء، ما يعني احتمال انقطاع التيار الكهربائي ل8 ساعات في اليوم عن نحو 6 ملايين أسرة في بداية العام المقبل. وهو ما حتم على الحكومة تمديد عمل محطات طاقة تعمل بالفحم لفترة أطول مما هو كان مخطط له، بالرغم من تأكيد الوزارة المعنية أن ليست لديها مشاكل في إمدادات الطاقة ومستعدة لأسوأ الاحتمالات بفضل سياسة تنوع مصادر الطاقة على عكس أوروبا. إلى ألمانيا التي تعد من بين أكبر المستوردين للطاقة الروسية في أوروبا، الخيارات قاسية. ما كانت تخطط للاستغناء عنه لسنوات عادت إليه كخيار إجباري، نتحدث طبعا عن الفحم. تدرس برلين العودة للاعتماد على الفحم وإعادة تشغيل محطاته المعطلة لتوليد الكهرباء. كان من المفترض أن تكون محطات الكهرباء العاملة بالفحم معطلة هذا العام والعام المقبل في إطار خطة البلاد للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030. أجبرت حرب روسيا أوكرانيا على أوكرانيا العالم على تبديل الخطط. راغدة بهنا. خطط الحكومة الألمانية بالتخلص من الفحم الحجري تدريجيا بحلول العام 2030 قد تتأخر بعد موافقتها على حظر النفط الروسي، فهي الآن مضطرة لزيادة اعتمادها على الطاقة الفحمية المستخرجة من مناجمها، رغم تسببها بنسبة تلوث عالية ورغم تعهدات الحكومة سابقا بالتخفيض من هذا التلوث عبر التسريع بإغلاق المناجم. خطط بديلة أخرى تبحث بها الحكومة الألمانية للتعويض عن النفط الروسي، مثل تسريع بناء مخازن أو محطات لتخزين الغاز الطبيعي المسال وزيادة الاستثمارات بالطاقة الخضراء والتسريع بها. إذن هذا في ألمانيا، لكن كيف هو الحال في الجارة فرنسا؟ الوضع هناك تحت السيطرة لكن مؤقتا، كيف؟ الجواب في حديث لوزير المالية برونو لومير الذي أكد أن أسعار الطاقة لن تؤثر على المستهلكين حتى العام المقبل. الوزير الفرنسي أكد أن حكومته ستواصل حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار حتى العام المقبل، وطبعا هذا مؤقت، هذا شيء مؤقت.